السورة. شبح على أرض أحد. خيم الليل والسكون على أرض أحد، جثث وظلام وصمت مخيف. وفجأة ينهض شبح ثقيل من بين تلك الجثث يسحب خطاه، رجل جريح يقال له وهب بن عمير، يبدو أنه أصيب في نهاية المعركة ففقد الوعي بعد طعنة بالغة من أحد الأنصار، فلم يفق إلا في الليل، أو ربما تظاهر بالموت حتى خيم الظلام. عندها رفع رأسه وتلفت ببطء، ثم تحامل على جراحه ونهض، وبدأ بمغادرة أرض أحد. وبعد مدة وصل أو أوصل إلى مكة، وتم تمريضه حتى شفي. ولما شفي خرج ذات يوم من بيته نحو الكعبة، ولما دخل المسجد نظر إلى الحجر فوجد أحد الوجهاء الأثرياء جالسا فيه، واسمه صفوان بن أمية، فاتجه نحوه وجلس معه، وأخذا يتحدثان عن نبي الله. كان وهب يشعر بحرقة على نتيجة أحد وعجزهم عن قتل محمد، لذا التفت إلى صفوان وصارحه بأمر بالغ الخطورة، قال: لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا. استغرب صفوان هذه الأمنية التي غدت بعيدة بعد كل هذه السنوات من الفشل في المحاولات، فقال: كيف تصنع؟ فذكر له خطة قابلة للتطبيق، وقال: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. تهلل وجه صفوان واستبشر بخطة هذا الفدائي، بل أبدى استعداده لتمويل صاحب هذه العملية الإرهابية وتسديد ديونه، قائلا: فعيالك مع عيالي ودينك علي. نهض وهب إلى بيته متحمسا، وأعد عدة السفر، وبعد أيام ودع أهله واستودعهم صفوان، ثم ركب راحلته وانطلق. لكن قبل أن يصل، دعونا نعد بالزمن إلى الوراء، دعونا نعد لساعات مغادرة رسول الله وجنده لأحد، بعد أن تعلم الصحابة درسا بليغا، تعلموا درسا يقول: إنه حتى الصحابة الذين ينزل الوحي بين أظهرهم وهم خير القرون وخير الأمة، حتى هؤلاء سيتلقون الهزائم عند مخالفتهم لتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم. رغم أن مخالفة الرماة لم تكن في العقيدة أو العبادة، بل هي مخالفة في تقنية من تقنيات الحرب الدنيوية. أحد الرسالة للأمة أنها لن تنهض في مصاف الأمم إلا إذا جمعت مع صفاء العقيدة إتقان الدنيا.
عاد الصحابة بهذا الدرس عبر طرقات من الحزن والنواح، جددت ذكريات حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فإذا النساء يملأن بيته. في ظلال السيرة.